لي على السؤال السؤال. اللي سألتك قبل الفاصل، أقلت أم استقلت؟ لا استقلت. استقلت. اقول لحضرتك الظروف اللي يا ريت. قعد معايا مستر بريرا وقال لي توفيق، انا الشغل بتاعك اللي انت بتعمله انا اللي هعمله السنه الجايه بنظام معين. قلت له براحتك، انت رئيس اللجنه واعمل اللي عايز تعمله. قال لي وانا هفكر في يعني ازاي هحطك في شغل جوه اللجنه، انا في حاجه اعملها لك يعني. انا الجو العام يا كابتن احمد ما كانش عاجبني نهائي يعني، مش عاجبني نهائي. انا قلت في مشاكل كبيره جدا جدا هتحصل وحذرت منها وقد كان. نزلت تحت الاستاذ جمال علام وهو موجود، الاستاذ جمال علام، وقلت له استاذ جمال الراجل بيقول لي 1 2 3 4 والكلام ده كله. قال لي طيب انت مدير لجنه الحكام، استاذ جمال علام وموجود الراجل، وكان قاعد سياده اللي هو مشهور، شخصيه محترمه يعني. طبعا. قال لي انت بالنسبه لي موجود معايا، انت موجود معايا في ماشي. لو سمحت انا هقعد مع الراجل ده نص ساعه ما تمشيش. وانا بامانه يا كابتن ما كنتش قادر يعني لا انا الاجواء دي ما انا قعدت 7 سنين رئيس لجنه حكام القاهره مظبوط، اللي هي لا تقل، عملت فيها شغل محترم الحمد لله رب العالمين، لا تقل عن اللجنه الرئيسيه. نعم. ما زهقتش ولا مليت. ليه؟ لان انا كنت صاحب قرار، باخد قرار معايا لجنه كنت محترمه، متطوع. متطوع طبعا. نعم. ما يعني عملنا شغل محترم انا واللجنه كلها، يعني كل اعضاء اللجنه الموجودين، كابتن جيمس حنا، كابتن احمد ابو رحاب، كابتن خليل حامد طبعا. نعم. حضرتك استاذنا، انا كابتن انا خليل مسميه حامد اخر رجال المحترمين طبعا الحقيقه، طبعا، وكابتن عز الدين شاهين السكرتير، ومجموعه كان مجموعه عاملين شغل رائع. نعم. الاتحاد المصري لجنه الحكام الرئيسيه اختلف الوضع كتير جدا بقى. انت ما انت الموضوع متفرق، انت مسؤول عن القسم الاول، رغم ان انا كنت رايح اتحاد الكوره ماليش علاقه بالتعيينات، كنت رايح كمدير لجنه حكام. فجاه لقيت نفسي بعمل كل حاجه في اللجنه. ايوه. كل حاجه بتيجي عندنا. ايوه. حتى الهجوم على عليك عليك انا. انت. نعم. مش عارف ايه، انا 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 ما عنديش مشكله. نزلت الاستاذ جمال الراجل مشكورا، قال لي لا انت موجود معايا مالكش دعوه بالراجل ده. قلت له بس خلي بالك انا في رساله لازم اقولها لكم، الراجل بعيد كل البعد عن اداره التحكيم المصري، الراجل فنيات ما فيش. ودرج شاطر. عملش السيستم. والتصنيف، والتصنيف يا كابتن احمد خلي بال حضرتك، حضرتك عارف ده كويس جدا، ان التصنيف اوريدي موجود بس نعم. غير معلن. نعم. يعني ما انا عارف كل حكم هيلعب ماتش ايه، يعني كل نعم. حكم معروف هو امكانياته ايه والماتش بتاعه ايه. فبقى انا حذرت من النقطه دي. حتى هو انا بقول لسيادتك اول مره الكلام على الهوا، نعم، ان هو في بعض الناس كنت بعد ما خرجت من اللجنه كل ما واحد يجي يقول له انا هو مش في التصنيف يقول له الكابتن توفيق شالك. لا يا راجل. والله عضل انت اللجنة كنت ضد التصنيف اصلا، ضده، وما عملتش علني. حرف بايدي. نعم. ما عملتش حرف بايدي. وبعدين نعم. هنروح بعيد ليه؟ ما هو كده كده رجع كل الحكام اللي كانت صح. موجوده في الدوري الممتاز، هم ما عدا 2 3، هي دي كل القصه. لكن انا لم اشارك في هذا التصنيف، وده كلام واضح. فاستاذ جمال علام قال لي كذا، فقال لي ما تمشيش، استناني هقعد مع نص ساعه كلمة. لو حضرتك فاكر انا نزلت من اتحاد الكوره، حضرتك انا كلمت حضرتك او حضرتك كلمتني؟ انا كلمت. مش كده؟ نعم. قلت انا مش هقدر اكمل يا كابتن نصر، انا هستقلت. ده اللي حصل بالتفصيل، استاذ جمال علام موجود طيب. الراجل والكلام ده كله يعني.